وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خط الهاتف عضو الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة السيد محمد سعيد. بداية سيد محمد سعيد، مساء الخير، و يعني كيف تنظرون إلى هذه المطالبة أو هذه التوصية المتوقعة رفعها إلى رئيس الوزراء لإقالة وزير الزراعة؟ سيد محمد سعيد، مرحب، حياك الله، أرجو أن تسمعني عبر خط الهاتف إذا تكرمت. أعيد عليك السؤال، نظرتكم إلى هذه التوصية المتوقعة بأن يتم رفعها لرئيس الوزراء لإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية، نحن في مشروع الجزيرة بنرى أنه الوقت مبكر لحكم لوزير راجل مهن، و يعني الحاجة المؤسفة أنه الوفد اللي جاء وتكلم جنب إخوان المزارعين، إحنا في مشروع الجزيرة أنا شخصيا برى إنه ده جاي من وين، إحنا ما عارفين إنه ولا عارفين الأفراد من هو جو، وأخونا صديق يوسف سابون ومشى عمد بنشر. المشروع الجزيرة جمعيات موجودة، فيه جمعيات مكونة، فيه جمعية عمومية موجودة، فيه مجلس تنظيم موجود. لو كان المطلب ده من الأجسام الشرعية الموجودة في وسطنا نحن كمزارعين، كان ممكن نقول، وحتى لو جاء من الأجسام الشرعية، إنه بيقدر إنه القرار غير موفق، لأنه جاء بدون دراسة، بدون الراجل ما عنده فرصة. العطش الموجود في مشروع الجزيرة طيب، من المتسبب سيد محمد سعيد؟ يعني سيد محمد سعيد، من المتسبب في هذه الإشكالات الكبيرة التي يعاني منها مشروع الجزيرة؟ الآن السيد الوزير متهم بأنه اسمح لي فقط، السيد الوزير يعني متهم بأنه من تسبب في فشل الموسم الزراعي. من المتسبب؟ أنا مزارع وعضو جمعية عمومية، بم في نفي قاطع في انه السبب في العطش وفي تدهور الموسم ده يكون سببه وزير الزراعه اللي عمره 3 شهور ولا 4 شهور لحد الان. احنا ما السبب يا حبيبي هي جمله بتاع السياسات، خش فيها وزاره الماليه ووزاره الري، ده الناس المسؤولين من توفير المويه. الحل والسبب الثاني الفوضى الضاربة مشروع الجزيرة، كل من هب ودب يجي يتكلم عن المشروع ويتكلم بلسان المزارع، وكل الجهات فاتحة مكاتبة وفاتحة صدورة لناس بيجوا نحن ما بنعرفهم منهم. نحن بنعرف التمثيل الشرعي، الناس اللي جينا وحركناهم من مزارعهم وديناهم الأقسام ومشوا الولاية وبيمثلوا تنظيمات المزارعين، دي الأجسام الشرعية اللي نحن دارين الناس يتعاملوا مع الفوضى زي دي. لو كل 10 أنفار بيجي ويجي واحد من غادة الأحزاب يسوق ونمشي ويطالبوا، يبقى يا أخي الشغلة دي كده، حتى لو جبنا 10 وزراء ثاني برضو حيتشالوا بنفس الطريقة دي. طيب سيد محمد سعيد، يعني السيد صديق يوسف قال انه اجتمع وعقد اجتماعا حضره ممثلون من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، من هؤلاء الممثلين الذين اجتمعوا بالسيد صديق يوسف حسب ما ورد لكم من أخبار؟ لا، وأنا في نفسي بعد إنه الناس اللي قعدوا مع صديق يوسف ديل ما من تنظيمات المزارعين، ما ناس بيحملوا الشرعية عشان يتكلموا باسم المزارعين. طيب سيد محمد سعيد، الآن كيف يمضي الموسم الزراعي الشتوي؟ الموسم الزراعي تعسر في بداياته، والأخ وزير الزراعة اللي أسي الناس بالطالب بيغاته زار المشروع ده وحصل انفراد نسبي، يعني حد الآن الناس مجتهدة على أساس أنه تتلاقف الأمر، والمسألة هي ما جديدة، الضائغات دي تحصل والانفراجات دي تحصل. تدخل الوزير ومدير مشروع الجزيرة ورفع المناسيب في السرعة دي، والآن يعني النسبة العطش بدأت تتحسن،
العبث لحد الان موجود في بعض الاقسام في بعض المناطق، لكن ما في فيه انحساس. احنا دايرين اخونا صديق يوسف والناس الجمعه وجيل والجهه بتطلع القرار بتاع الوزير يبغى والوزير يمشي، كلهم في وقت زي ده كل همنا يكون نجاح الموسم قبل ان نجي نتكلم عن العلماء في انه ده يصح وده ما يصح. احنا بهمنا الان نجاح الموسم الشتوي. الناس دي كلها اتجهوا من الخرطوم اللجونة في الجزيره ونجحوا معانا البتاع ده، بعد ذاك نشوف الوزير يبغى والله يبغى، لكن ما نحكم عليه وزير في فتره زي دي وبآراء بتاعت اي مجموعه. يعني اي شله ممكن خمسه سته يمشوا يسوقوا لهم واحد من الاحزاب يقولوا شيلوا الوزير، ودي مساله فوضى يعني. طيب سيد محمد سعيد، يعني هناك كان ايضا من المشكلات الكبيره التي ساهمت في تعويق الموسم الزراعي هي قضيه يعني التمويل من البنوك. حدثنا تفصيلا حول هذه النقطه، هل تمضي الامور كما يشاء المزارعون ام ان هناك ايضا بعض العقبات التي تواجه المزارعين في هذه الجزئيه؟ انا رايي في قصه التمويل من البنوك دي صاحبت كثير من الاخطاء. اولا البنوك هي اللي بتمول وهي اللي بتسعر المدخل وهي اللي بتسعر الناتج بتاعنا، ودي انا خلي ما في ظلم اكثر من كده. وسبق انه انا في قناتكم دي تكلمت في الموضوع ده. احنا بنرى انه التمويل ده مفروض يكون عبر الاداره، تمويل عبر الاداره، تمويل مباشر. ناس البنوك يجيبوا في كل مكتب بتاع مزارعين خد موظف خلينا نجي نعمل اجراءاتنا البنكيه لكن تبقى في المكتب. الشيء الثاني انت بتسعر لي مدخلاتك يا خلينا انا اسعر المنتج بتاعي. انت بتعمل لي سعر بتاع تركيز وبتمشي عليه وبغادي بتجيب المدخلات بتاعتك بتخط عليها اسعار عاليه شديد. المزارع النتيجه بتاعته في النهايه صفر يعني. طيب سيد محمد سعيد، يعني اخيرا كيف تقيمون اهتمام الحكومه الجديده الحكومه الانتقاليه بتطوير مشروع الجزيره اعاده احياء المشروع واعادته الى سيرته السابقه؟ اريد منك تقييما حقيقيا وواقعيا لهذه الجهود وانتم هناك الان يعني موجودون داخل المشروع. نحن بنرى انه اعاده المشروع احنا ما سيرته الاولى دي اصلا نحن عايزين نتكلم عنها. احنا دارين والله الافضل، نرى انه هذا المشروع ماشي في تحسن. يعني نتوقع انه يقوم من عثراته وماشي في تحسن، مش لتدخل الحكومه، لا لوعي المزارع. المزارع وصل مرحلة بتاعت وعي انه يدير امره ويشتغل. حتى الاخفاقات اللي بتحصل في السياسات المزارعين بدوا يسدوا اي ثغره من جيبهم، يبيع بقر يبيع ما يملك عشان يمشي شغله. الناس بقت واعية، وبس نحن كل الدارسين عشان المشروع ده يمشي ونوصل مرحلة الدول المتقدمة في الزراعة يدونا الفرصة اللي بيدير بها المشروع الجزيرة. نحن كمزارعين اسمعوا صوتنا، لأنه أنت إذا داير تنجح حاجة الدولة المشرف عليها قاعد على اللي هو المزارع ده اسمع صوته، اسمعه بيقول في شنو، لكن ما قرارات تتخذ في الخرطوم ويجي يقول لك تعال انت طبقها في مشروع الجزيرة، حتى تصطدم بكثير من العقبات ومسائل ما حتمشي لقدام يعني. اشكرك جزيلا السيد محمد سعيد عضو الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة. طيبة لحياة طيبة.